من غير الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الإنسان الذي يقع في الكرب والذي يقع في الشدة، من الذي ينجيه إذا دعا الله؟ إذا دعاه من عند الموحدين هو الله سبحانه وتعالى. المشركين يقول لا، الله غيره. عشان كده في واحد كان بيقول أغفني يا رسول الله إني مريض الجسم ذو قلبي سقيم، بيستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مما لا شك فيه أنه سيد ولد آدم وهو سيد المرسلين، لكن لا يدعى مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي يجب أن يتبع وأن يصدق وأن يطاع فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن تصدق جميع الأخبار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده حق، ما ليس له أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. فهو نبي يصدق ويتبع وهو عبد جنو لا يعبد. ده التوحيد، لا إله إلا الله، الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لذلك لا بد أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، محمد رسول الله يتبع ويطاع ويصدق ويعبد الله سبحانه وتعالى بالشرع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، والإطراء هو شنو؟ هو المبالغة في المدح. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بالحق لأنه سيد ولد آدم ولأنه سيد المرسلين، يمدح بالحق، لكن المنهى عنه شنو؟ الإطراء اللي هو الزيادة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تأمل العلماء قالوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، فقولوا شنو؟ عبد الله وشنو لكن؟ ورسوله. هو عبد لله لا يعبد مع الله، لكنه شنو؟ رسول، مدام رسول فيطاع ويتبع، والذي يطعن فيه أو يسبه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده أهل الإسلام لا يقبلون في النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لا بد أن يقام عليه الحد. الذي يطعن في الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كالعلمانيين هذا أيضا كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ولكنه رسول، لا بد أن يحب وأن يعظم وأن تنشر سنته بين الناس. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، أشمتم أهل الكتاب بدينكم والله لن يرضوا بذي الأفعال، كم ذا نعير منهم بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدال.